جميل مرأة تونسية واحدة تلقاها مزيانة على الأخ، تجي تعمل لك مكياج وتعملهم لك الكل حتى بلبستها راه عملية تجميل زيادة. ملي كانت مزيانة ونوارة محلاة تبارك الله عليها، تمشي تبدل وجهها كومبليتمون تولي تعايف. عسلامة 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 عسلامة. نحكي شنو رأيك في المرأة التونسية وجميل المرأة التونسية؟ جميل المرأة التونسية واحدة، أما فما بنات ويفزد رواحهم برواحهم. كيفاش بالضبط؟ تلقاها مزيانة على الأخ، تجي تعمل لك مكياج وتعملهم لك الكل وتبدل روحها على الأخ حتى بلبستها راه عملية تجميل زيادة. هكا تمشي تعمل برشا عملية تجميل تنفخ وتعملهم الكل تولي مش مزيانة جملة. معناها ملي كانت مزيانة ونوارة محلاة تبارك الله عليها، تمشي تبدل وجهها كومبليتمون تولي تعايف. معناها فما عملية تجميل تجي تعمل حاجة باش تزين بيها تخيبك. إي صحيح هكاك اش نقصد لك أنا، تمشي باش تزين روحها تزيد تخييب معناها فهمت. انتوما فكركم لا سامبليسيتي في لا بوتي، يعني جميل طبيعي نقولوا نحن جميل فينو. صحيح. محاطكم بعد القراية. أنا نحب نولي كوتش، أنا نترينا توا نترينا جيدو ونحب من بعد نمشي كوتش ولا نحب نعمل في الجيش. خافوا منك من أصحاب؟ إي شوي شوي، أما أنا ما نظلم حد، راهو اللي يظلمني ياخو على قد الظلمة اللي عملها لي. وأنت شنو طموحات؟ أنا طموحاتي نولي ممثلة، أنا نعمل تياتر كل. شكون مغرومة ممثلين؟ مريم بن حسن وبرشا، معرفش كريم الغربي. برشا كريم الغربي كوميديا، انت تخدم كوميديا يعني تراجيديا برشا حاجات خليت من كل شيء نلقاوك يعني. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوك في التلفزه. ان شاء الله عملنا نحن برشا مسرحيه، عملنا مسرحيه تعديت في حملنف وبعد كده تعديت في القروين وربحنا ان شاء الله. قل لي اصحاب انتم؟ اي اصحاب، ما عدناش برشا اصحاب وعرفتها ايه الحق ما احلاها. انا راني مازلت مانيش مخلطتها بالباهي، اما مازلنا اصحاب هيك من البدايات. هذه مازلت تعطي ثقه في الاصحاب الجمله؟ انا من الاول نعطي ثقه والقول، من بعد كي باش نخالط العبد نلقاه عبد اخ اللي كان ما كنت نعرفه معرفه سطحيه والكل كان يهبل وعسل الدنيا، نعرفه ونخالطه يتبدل عليك العبد هذاك. وعمرك ما تحكم على العبد بالمظهر، انا بالنسبه لي انا نحكم على العبد بمظهره، نشوف يفدلك وهك ونقول هذا محليه، اذا ما فماش كيف المواقف ما لقيتش. يعطيك الصح بالضبط. وانت؟ انا والله معلش ما نمنش معناها بالاصحاب، صحبه تبدا معناها صحبه وكل، خاطر برشا تقدرت من برشا صاحباتي، عملت صاحبات وتقدرت من معاهم، قعدنا 4 سنين صحاب ويغدروا تجي صاحبة أخرى تبدلك تمشي كومبليت، ما معاش ترجع لك جملة، تمشي معاش ترجع لك قدامك لون وراك لون. طيب انتم صحاب قلت لي جدد يعني، وانت حسب ما نشوف عندك تجربة وصديقتك زيادة عندها تجربة، متفاهمين انت شو تحب انت شنو ما تحبش الاصحاب، وقتاش نخرجوا وقتاش ندخلوا، متفاهمين في كل شيء؟ نخرجوا وقت عدنا وقت نخرجوا فيه، وقتاش نخرجوا نحوسوا وقتاش ما نخرجوش. لو مثلا تاوي كنروحوا نقعدوا في الدار، اللي باش تعمل حاجة تعملها على روحها، ولا شيء نمشي للبحر نعملوا دورة في البحر ونروحوا. وكل يوم هكا معناها نهار سبت ما نمشيوش ونهار اثنين ما نمشيوش. يعني بخيس كل يوم مع بعضكم. ايه. شنو الحاجة جلبتك صديق؟ محليها والله. وانت الحاجة جلبتك صديقتك؟ طبيعتها باهية. تفادلك معايا، حتى كي كنا مانيش صحاب تجي بحذانا تفادلك معايا والكل. ومحليها معناها طبيعتها. تعرفوا بعضكم من قبل لما زلتوا ما ولتوش صحاب. مش هكاك، انا ما عندها حانوت وكل في الحومه، وهي جايه عند اختها هكا، هي مات ومراوحه وكل نسكروا في نفس الواحد برطمان. هي تجي بحذايا تجي بحذا ما غاديك وين نقعد ديما بحذا ما هكا، ولينا صحاب شوي بشوي ولينا نخرجوا احنا نسكن في الزهر والكل، ولينا نخرجوا نهبطوا لتونس مع بعضنا نمشي ونحوسوا في الليل مع بعضنا، كل شيء تتشاركوا فيه مع بعضكم. اي وبرغم ما نيش اصحاب رانا مازلنا جدد. راحة لقيتوا راحة مع بعضكم. فما شكون تبدا معاها 3 سنين 4 سنين تلقاها مش صاحبة بالرسمي. علاش ديما البنات عندهم الحكاية هذه، ديما عندهم علاقات الصداقات أكثر من الأولاد وديما البنات يتشكيهم الأصحاب؟ خاطر البنات أصحابهم البنات خاطر يغيروا منهم، الأولاد ليه؟
مرات بدك تعمل صاحب طفل هكا اصحاب، مع اصحاب عادي تبدي خير من اللي تعمل صاحبه طفله. لا الطفل لا يقلقل عليك، لا يهز كلام، لا يجيب كلام. الطفله تحكي لها توا حكايه في وجهك تقول لك ما نقولش، وفي قفاك تمشي تقول كل شيء، تحكي كل شيء. وعن تجربه معناها نحكي لك، فهمت؟ عشت انت؟ اي توا ملقحه من الاصحاب. اي وانت؟ مازلت لازم يدقوني برشا حاجات باش نتربى منها. ما انا كلي يغدرني عبد من بعد نسامحه عادي، كانوا ما صار شيء خاطرني نعرف روحي شناي. الحياة ديما فيها الباهي والخايب، وان شاء الله نحن نتمنوا صداقتكم هذه تطويل وتعرسوا وتجيبوا الصغار وصغاركم يولوا صحاب. ان شاء الله. ان شاء الله.